نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين بميدان الزراعيين بمحافظة بني سويف. وتوافد المواطنون على الحملة بمختلف فئاتهم للتبرع بالدم لصالح مصابي غزة، وعبر المواطنون عن سعادتهم بالتبرع، والتي تأتي الحملة امتدادا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين. طبعا بنستقبل كل اهل شعب بني سويف الطيبين لحمله التبرع بالدم لاخواتنا الاشقاء في فلسطين. طبعا ضمن الحمله اللي طبعا منظماها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي طبعا مع اشقاء النجاح والمؤسسات والمجتمع المدني. احنا النهارده متواجدين للتبرع بالدم تبع حمله التحالف الوطني لدعم اهلنا واشقائنا في غزه، وده طبعا شيء مشرف للشعب المصري ان يكون مساند قياده وشعبا. تحيا مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. جيت النهاردة عشان أشارك وأتبرع بالدم لإخواتنا في غزة، ودي يعني يعتبر أقل حاجة أقدر أشارك بيها وأساعد بيها إخواتنا في غزة أو في فلسطين تحت ظل التحالف الوطني. وبشكر سيادة الرئيس إن هو سمح بإن حاجة زي دي تتعمل في مصر كدعم ولإخواتنا في غزة. شاركت في الحملة بتاع التبرع بالدم، ودي من خلال التحالف الوطني. وبسم الله ما شاء الله إحنا النهاردة في محافظة بني سويف عملنا إنجاز كبير قوي. ناس كتيرة طبعا برعت بالدم لإخواتنا وأهالينا في فلسطين، وطبعا دي أقل حاجة ممكن نشارك بيها لإخواتنا وأهالينا. وطبعا ده بكل توجيهات التحالف الوطني ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.